المستثمر بيغامر، ما فيهاش كلام. ايوه اللي بيطلع فلوس النهارده عشان يحطها، سواء بيفتح مصنع او بيفتح شركه او بيبني فندق او ده بيطلع فلوس من جيبه. فمعنى كده فلوس عزيزه. طيب طبعا. انا بطلع الفلوس دي عشان اكسب 100% عشان اكسب. لما الاقي بقى في توجه عام الطريقه دي، لا لا، يبقى الناس دي ناويه فعلا، يبقى انا يجي لي الجراه انا جازف انا ويقل كمان. عندي الخوف. طبعا طبعا. خد بالك، فكلها مؤشرات ايجابيه 100%. والله احنا نتمنى ان احنا نفوق، والقطاع الخاص يرجع بقوه، لان القطاع الخاص ده هو التنميه الحقيقيه. لو طبعا وقف على رجليه هو التنميه الحقيقيه. احنا كنا بنقول لما طلع احد رجال الاعمال اتكلم بطريقه ما عجبتش الناس، احنا بس بنقول ايه، بدل ما كنت تطلع تتكلم تقول الكلام ده، اطلع قول حلول. صح، كلام يعني سليم قول صح. لنا حلول ونسمعك. احنا يعني ادام في نيه للتغيير، وادام في نيه لتصحيح المسار مره اخرى، وخاصه لو اتكلمنا على الاقتصاد، وده اللي احنا بنتمناه. وخلي بالك، اصل انت 100 مليون، لو ال 100 مليون دول اشتغلوا وانتجوا حقيقي، ربنا طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني طبعا احنا لو طبعا، عرفنا ان ال 100 مليون دول ينتجوا انتاج، خلاص الموضوع انتهى. كلام مظبوط ومنطقي طبعا. ال 100 مليون وخدي بقى ينتجوا في ايه بقى يا فندم؟ يعني المفروض دلوقتي ان احنا نركز على ايه الصناعات اللي احنا نبتدي نركز عليها، وسهل دلوقتي ان هي تتعمل. كل انواع الصناعات المغذيه، اللي هي النهارده لو انا بتكلم على عجل الثلاجه هعمل، لو بتكلم على كاوتش الثلاجه هعملها، لو بتكلم على سلك مش عارف ايه هعمله، لو اوكي. بتكلم على بالونه هعملها، لو بتكلم على سلك موبايل هعمله، لو بتكلم على جراب موبايل، كل دي طب صناعات ما احنا بنقابل صغيره. مشكلة في النو هاو، لما بنيجي ان احنا ما عايزين بقتش نصنع بقى، حاجات ما زي كده، بقتش ما احنا ما عندناش ما عند بص هقول النو لك هاو حاجه. بتاعنا ضعيف. صح طبعا، انا معاك، بس ما بقاش الموضوع نو هاو بمفهوم زمان. يعني النهارده بقت هذه الاجزاء ابسط من ان قال كلمه نو هاو بتخوف، ان لا ده موضوع لا مش ما بقاش زي موضوع، ما زمان. انا لو اتعلمته ما بقاش موضوع. بس كده بس كده. اذا طب النهارده في اتفاقيات دلوقتي بتتم ما بيننا وبين الحكومه المصريه والحكومه الصينيه على ان ماكينات لانتاج هذه الاشياء، ايوه وماكينات بصوره مش عايز اقول مدعمه بس بصوره سلسه. ايش يعني حضرتك شايف دلوقتي ان الاتجاه صناعه. طبعا طبعا، مش كده. الصناعه يعني قيمه مضافه، يعني طبعا النهارده حضرتك بتجيب انتاج قطعه حديد انتاج 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 لازم ننتج. وبتضيف قيمه. يعني عايز اقول لك، تجيبي كيلو الحديد النهارده بكام؟ مثلا ب 40 جنيه، لو صنعتيه فاس بقى 100 جنيه، لو صنعتيه مش عارف ايه بقى 200 جنيه. هو ده معنى القيمه المضافه للاشياء، بتحولي الخامه لمنتج له سعر لمنتج. اخر خالص. طبعا طبعا. وخدي بال حضرتك، زي ما النهارده الغاز السياسيه ليها دور انها توعي، حضراتكم ليكم دور في منتهى الاهميه. زي ما حضرتك النهارده خدت من وقتك وقت عشان تتكلمي موضوع زي ده، يا ريت حضرتك وزملائك برضو يتكلموا في هذا الكلام. فانتوا اللي بتنوروا الناس، وانتوا اللي بتنقل لهم الامل وبتنقلوا لهم على طول بنحاول نتكلم، ده احنا لو لقينا واحدة عاملة مشروع فوق سطح بيتها بتربي فراخ وبط بنشجعها. ربنا ده يكرمك. انتاج، ما ده انتاج، نوع من انواع صح الانتاج. طبعا طبعا فهو طبعا. دايما بنقول ان احنا لازم ننتج. احنا شعوب تهلك اكتر ما بتنتج. تعودنا على ان احنا بنستهلك طول الوقت، واي مشاريع بتنجح عندنا لازم تكون مشاريع خدمية، مطاعم. عارفه كلمة اتعودنا دي؟ عايز ارجع لك فيها ايوه شوية. مين اللي عودنا؟ دي النقطة. انت جالك فترة زمنية سنوات طويلة اتعودنا زي ما انت قلت بالظبط كده، ان التاجر يكسب اكتر، ان المطعم يكسب اكتر، ان الكافيه يكسب اكتر. تعودنا على كده، ايوه حد زرع فينا هذا الكلام، قد يكون بقصد او غير قصد. انا الاوان النهارده انك تغيري كلمة اتعودنا. لا صح ثقافة تتغير، ثقافتنا تتغير من شعوب استهلاكية لشعوب منتجة بقى.